شرح تعديل المعلومات القديمة. أول شيء، السطر الأخضر يمثل المعلومات المتواجدة في التطبيق الآن، أما الأسطر البيضاء أو سطر بالأبيض يعني الاقتراحات أو التعديلات التي تصلنا من قبل ناس الخير أو من الأطباء بحد ذاتهم. راح نقارن السطر الأخضر بالمعلومات المتواجدة عندي بالمعلومات المقترحة، ونتحقق يعني العنوان القديم كما تلاحظوا تم تغييره، يعني رقم الهاتف تم تغييره وإضافة رقم جديد، إحداثيات غير موجودة. هنحاول نتصل بهم ونتأكد، بعد ما نتأكد بأن المعلومات غير مغلوطة أقوم بالضغط على قبول، وأقوم بحذف التعديل الثاني لأنه مكرر.